جد يا صاحبي هسير وقت هيلقى الصباح وهيلقى في الغدا وهيلقى في العشاء قبل الاكل هاي هيلقى كبيره كلشي استعمله هي التي يشربوهم برنجيات شبه كلشي مشاهد القناة تشوف في أهلا وسهلا ومحليكم على فائد قلبك مباشر مباشرة من سوق من رحبة خيرات موجودة تبارك الله ولكن الثمن طالع شيء ما فرمو المليح وصل 140 درهم 130 درهم مشاهدي قناة شوف تيجي مباشرة من سوق دارب يكتفوا بردوجي الشباب السيجاري بردو العرو خضرين مرحبا العمل والسبع الأشياء ناس دي عندهم تولان شي تولان نجربو لك ناس دي عندهم البواسير بو مدري كنفرقوها اللي عنده البواسير على مادة ديال البواسر بو مدري كدن باخر من الليل دي هاي توضى شوية بالمدافي ونشف بالفوطه واستعمل هذا الكريم هذا خذ اولي دي الوزنين ولا شوية ديال القبل الزيت إذا عندك البواسير داخلي شوشيت ويدخل داخل شوية إذا عندك البواسير خارجين على برا ديردو على برا البواسير شفاق الله منه اللي عنده البواسير يجي محرم اللي عنده البواسير وما خليش ما مسك الرجال الشباب المادة ديال البواسير اللي كنفرقوها مرحبا إذا مرة أخرى مشاهدي القناة الكبير أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في هذا البث المباشر مباشرة من رحب الدجاج سوق دارباء بن سليمان الخيرات موجودة تبارك الله دجاج بلدي موجود ولكن الثمن طالع فالمليح وصل حتى 140 درهم 130 درهم والبيبي وصل حتى 250 درهم البيبي مشاهدينا ومشاهدي قناة الشعب قناة شور تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من رحلة الدجاج البلدي وهذه عند البروديجي مرحبا بي جربوا لي ناس كيبروا عندك زيت الحريقه وزيت الكرسي وزيت الصابره يخدم البرودة اللي كدروا وقتها في يجي مرحبا لازم تكبروا عندك البومة ديال الشعر البومة اللي كتخدم لك الزينة ديال الشعر والتونية ديال الشعر والتساقطات ديال الشعر البومة اللي كتخدم ليها غير من الليل هاي خاصة التونية شي كزينة شي صدافية البومة اللي كنفرقوها والدولة على الأشياء لا على الشيء الهوى اللي عند البوبيشي الدرباكة ديال الفورما الناس اللي كيسولو هاديك المسلمين راه عجيبة طبيعية الدرباكة اللي كتفتح الشياكين الدرباكة ديال الغضاية الناس اللي كيسولو هاديك الدرباكة جديدة والمسلمين السريعة الناس اللي كيسولو هاديك المسلمين والدرباكة ديال الشاية اللي كتفتح الشاية الفورما عيالات ورشادة وشباب وشيال على شبه الجديدة الطبيعية والسوق على الأمان والمليح والصورة على الشام على عمد لتبرو برو لست تبرو على المساخ الرأس حلود إذا مرة أخرى مشاهدي قناة شور تي في أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في هذا النقل المباشر مباشرة من سوق الأربع بن سليمان وبالضبط من قلب رحبة الدجاج البلدي خيرات مولانا تبارك الله جميع أنواع الدجاج البلدي تجدها في المكان ولكن الملاحظ هو الثمن طالع في الماء الفروج المليح واصل حتى 120 درهم الفروج عند الوداد عند الرجال عند الشباب كيف ما قلت الفروج المليح واصل حتى 120 درهم الفروج خير وجهك شد فمك خذ واحد شويه السكر ولا شي تميره ولا شي حاجه حلوه زيد الاولى كنصوها غير كرمزتو الحلاوة هي كما دائما مشاهدي قناة الشعب قناة شوف دبي تتابعون معنا هذا المباشر مباشرة من قلب رحبة الدجاج البلدي الدجاج واصل أو الفروج المليح واصل من 130 درهم 140 درهم الفروج وتفرج على الحاج كيفاش كيتلاحوا في السمكة والسكر والميكرو ديال الكرش يا رباك يا
اللي عنده الحيشات والسنتة عند امرأة عند راجل عنده ولي جبات كيف كنفرقوهم هاكم كل سيمانة كنفرقو الفطور بالساعة ديال المكانة شرب الذاتية وصغر عليها ساعة ديال المكانة عاد الفطر ساعة وما كيستهلو وما كيوجهو وما كيحقو كتخرج طبيب ديال الخدمة ديال العمل ماشي المكان غير داخل مكنقدرش نخليك داخل خارج لا هادو كيخدمو طبيعي لقاو حنا شكيلو حوم لقاو السنتة كتلوحها لقاو السكر والسران ولكن هذا الشطا خطر كيضربها هذا الذكي من صبي عشا الطبيعي ترى بغيتي تقيدهم على ورقة على السيلو ولا ما يحملو الزرع اللي يخلو الزرع اللي يترقم الحلحان الريحان الزعتر إذن مشاهدينا الكرام مرة أخرى أرحب بكم مباشرة من قلب رحبة الدجاج لبلدين تقرر جميع حواصل 120 درهم 130 درهم إذن إلى هنا سأودعكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء كنا معكم مباشرة من رحبة الدجاج لبلدين تقرر جميع حواصل 130 درهم 130 درهم إلى اللقاء دمتم في رعاية الله.